عاوز حاجة؟ أنا عاوز إيه؟ عايزك تدعيلي. طب ما تقوم أنت يا أخويا تتوضأ وتصلي كده ركعتين وتدعي لنفسك. وأنت تيجي برضه، هو في أحلى من دعاء الوالدين؟ لا إله إلا الله. حك عليا حك. طب ربنا ما يزعلك تاني. يعني عارف إنك مخالف. عارف يا سيدي. وعشان أثبت لك إني مسافر مصر. تاني. نزل مصر تعمل ايه يا حسن؟ رايح للشغلانه اللي انت ضيعت علشانها شغلانه البترول؟ لا قول يا حسن، هما برضو هيعينوك ولا هتبقى زهورات زي المينا؟ لا حاجه ما تقلقش، انا مظبط كل حاجه وان شاء الله خلصان. هقول لك كلمتين حطهم حلقه في ودنك. انا اذا كنت بسعلك في شغلانه مش عشان خاطر محتاج منك مساعده ولا عايز منك حاجه من قرشينك اللي هتكسبه. لا يا ابني، أنا بعمل ده علشانك أنت، علشان تبقى راجل مال وهدومك، تفرح وتتهنى كده وترفع راسك بين الكبار. يا حاج إيه اللي بتقوله ده؟ ده إحنا كلنا كده عايشين في خير، بس اللي تعب 30 سنة من حقه بقى يدوق طعم الراحة، مش كده ولا إيه؟ أنا مش هدوق طعم الراحة إلا لما أحقق لي حلمي. هيتحقق يا حاج. إدعي بس أنت، إدعي وسيب على الله، إدعي. رب كرمنا يا رب، استر معانا. حول ولا قوة إلا بالله. حاجة لا حاجة. ماشي يا أبو علي، ربنا يكرمك يا ابني. عايز اتكلم معاك في موضوع يمكن بالنسبه لك يكون موضوع عبيط، بس بالنسبه لي موضوع مهم. مش عايزك تقاطعني خالص. هو انت عايزني اسمعك ولا عايز تعلمني اسمعك ازاي؟ ما تتكلم يا بني ادم. فاكر البنت اللي قلت لك عنها اني شفتها على البحر؟ شفتها تاني من ساعه ما شفتها، وأنا حد تاني بفكر فيها 24 ساعة. حاسس لو سمعت صوتها هنسى كل همومي. اتعلقت بيها زي العيل الصغير. مش يمكن تكون دي الفرحة في عمري؟ أو أنا حبيتها كده من أول نظرة. حبيتها. علي، أنا خايف ليكون ده حب من طرف واحد. يمكن. بس الحب من طرف واحد مؤلم. وأنا بالذات أعرف ده كويس. أنت بالذات؟ وأنت بتحب من طرف واحد؟ لا يعني. بس أعرف حد كده. مين؟ فاتن. تبقى معديه من جنبك وانت مش شايفها، او عامل انك مش شايفها، وهي طايره بالفرح. ده حتى ما بتحسش ان انا واقف. عرفت ان الحب من طرف واحد مؤلم يا علي. إذا رجعت من اسكندرية بسرعة يعني. رجعت من اسكندرية. أنا عارف إني اتأخرت. بس إيه ده؟ عشاني؟ ولا عشاني؟ قصدي يعني ما كنتش عايزه. مش مهم تطلع. المهم ترضي.
عارفه النهارده احلى ليله بالنسبه لي، ومش هتكمل الا لو انت معايا. خلينا نبدا من النهارده. اكرم انا بجد ما بقتش فاهمك. ليه بتقولي كده يا لولو؟ خايفه. مرات اكرم البدري وتخاف؟ طب تخاف من ايه؟ من نفسي. انا بقيت اكره ضعفي ليك، بقيت اخاف اقرب لك كده. بالعكس، ضعفك ده اكتر حاجه مقوياني واكتر حاجه انا بحبها. عارفه ان كل الناس بيضعفوا علشان بيخافوا مني؟ بيخافوا من سيطرتي عليهم. بس انتي بقى بتضعفي عشان بتحبيني. بجد يا اكرم؟ بجد يا روح اكرم. قدام العيون دي انا ما اعرفش اكدب ابدا. حبيبي اكرم. اشتغلت فين قبل كده يا حسن؟ اشتغلت في مينا اسكندريه، بصلح مراكب عبارات، وكمان بفهم كويس قوي في المواتير. كويس كويس، بس لازم تفهم حاجه يا ابو علي، الشغل عندنا هنا مختلف عن شغل المراكب. احنا عندنا هنا انظمه ومعدات وشيتات عمل خاصه بكل مكنه، لازم تتعلم ازاي تقراها عشان تعرف تصين كويس وفي اقل وقت كمان. لا ما تقلقش، الكلام ده كله درسته في الكليه، بعرف اتعامل معاه كويس قوي. كليه؟ اه. شوف يا حسن، أنا عرفت من باشمهندس يوسف إنك كنت في كلية هندسة وسبتها لظروف معينة. عايز أقول لك على حاجة، أنت هنا هتتعامل مع فنيين، في منهم اللي معاه دبلوم وفي منهم اللي ما معهوش حاجة خالص. نصيحتي ليك يا حسن إنك تخلي دراستك بينك وبين نفسك، لأنك هتتعب قوي لو اتعاملت بإنك في كلية هندسة والكلام ده. فهمني يا حسن؟ فهمت يا باشمهندس، ما تقلقش، أنا عارف حدودي، وهتلاقيني أنا زي أي فني في المصنع. لا، مش هو ده اللي أنا عايزه. أنا عايز منك يا حسن تبقى الاتنين في بعض، الفني والمهندس. شوف يا حسن، عندنا المكنة اللي هنا الفني بخبرته عارف إزاي بتتصلح، بس المهندس لازم يعرف هي اتصلحت بالطريقة دي ليه. فهمت؟ هو ازاي وانت ليه. لو فهمت الحكايه دي ووصلت للمستوى ده هتقدر في اقل وقت تركب على اي فني هنا. صباح الخير يا باشمهندس ممتاز. صباح الخير يا باشمهندس يوسف. تعرفت على حسن؟ تمام تمام. وايه رايك؟ حسن خلاص بقى واحد مننا. عظيم، مش هوصيك عليه بقى. تعالى معايا يا حسن. ماشي اتفضل. على اذنك يا باشمهندس. اتفضل. انا متشكر يا باشمهندس، مش عارف اقول لك ايه. العفو يا ابني. معلش تعبتك معايا. ولا يهمك. ربنا يسهل. يديك الصحة. ما تقلقش، ابيض وشك ان شاء الله. ربنا يكرمك. انا عارف انك كوفي يا حسن. ان شاء الله. بقى تشوف بنفسك، محدش هيشتكي مني. ربنا هيوريك حاجة كويسة عظيمة. احنا عندنا الشغل هنا وبمشي في حالي، ماليش دعوة بحد. ما تتصورش يا حسن انا سعيد قد ايه بقرارك ده. انا كنت عارف لما تفكر كويس هتقتنع انها فرصة ما تتعوضش. ربنا يخليك يا باشمهندس، والله مع اننا جاي ومحرج، عارف ان انا اتاخرت عليك وان الشغلانة دي انت عايشها يعني بالعافية عشان خاطري. بالعكس يا حسن، انت ما اتاخرتش خالص. وبعدين يا سيدي ولا حرج ولا اي حاجة، ده هيجي ايه جنب موقفك مع محمود ابني؟ انت ما تعرفش هو بيشكر فيك قد ايه وبيقول عنك كلام طيب قد ايه. ربنا يديم معروف، والله محمود ده زي اخويا بالظبط. قول لي يا حسن، انت عندك سكن هنا في القاهره؟ اه، عندي شقه صغيره كده من ايام الكليه يعني. طب هايل. على فكره العقد اثناء التدريب غير التعيين خالص. في اكرم بيه يوسف النبي عاوزك تعمل لي جرد عقد. ايه ده؟
ده حسن الرشيد اللي هيشتغل عندنا. عارف انت هتقول لي ده معرفة قديمة. هو انت جاي تشتغل هنا عندي؟ ها؟ عشان ما سمعتش. المهندس حسن ويا ترى نزلته بمرتب كام؟ المرتبات اللي هي اثناء فتره التدريب يا فندم 1500 جنيه. 1500 جنيه يا راجل ما يكفيهوش. ده تديله 3000 جنيه. 3 دي هتبقى بزراميطه بالثلاثه. اشتغل كويس. تعالى يا يوسف ورايا عشان بس اتفضل.